أكد الاتحاد العام لمقاولة المغرب أن رفض محكمة الاستئناف بلندن للطلب الذي تقدمت به منظمة غير حكومية داعمة للانفصاليين ضد الاتفاق التجاري بين المغرب والمملكة المتحدة يمثل انتصارا للمقاولات المغربية والبريطانية. ورحب الاتحاد في بلاغ له اليوم برفض القضاء البريطاني لهذا الطلب، مؤكدا أن الأمر يتعلق بانتصارات للمقاولات المغربية والبريطانية التي ستستمر في التبادل التجاري بكل هدوء والاستفادة الكاملة من هذا الاتفاق الذي يجسد علاقات الصداقة بين البلدين. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرفض القاطع في ديسمبر 2022 للهجمة القانونية على اتفاق الشراكة من قبل المنظمة غير الحكومية الداعمة للانفصاليين، مضيفا أنه اليوم وفي تأييد قوي جديد للعلاقات التجارية البريطانية المغربية تم أيضا رفض طلب الاستئناف. وبحسب الاتحاد فإنه لم يعد من الممكن قط استئناف هذا القرار، ما يضع بالتالي حدا نهائيا للتهديد القانوني للتدفقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب.